دي كنت بذاكر بس، لان انا طبعا لو بصيت على الزمالك اكتر مش هذاكر. ازاي؟ بس انا كنت بشوف ماتشات، مش ببص يعني لما بيكون عندي وقت فاضي، ان احنا عندنا حصص من 9 ساعات ل 10 ساعات، فانا ما كنتش هجيب وقت ان انا ابص اصلا على الماتشات. هو محبط بصراحه. هو ايه؟ للزمالك؟ لا طبعا. ليه؟ لان في المركز 13. طب ماشي، ايه اللي فيها يعني؟ هو كده خلاص النادي هيتقفل؟ هو انت من تبع حزب سنة ظل اوفياء؟ بس اكلمني بصراحه. دي يعني اسمك ايه؟ اسمك ايه معلش؟ فرح. فرح، الناس في التعليقات بيقول لك انت شاطره يا فرح، زملكاويه شاطره. زيزو كان عامل منشن ليكم بتيشيرت الزمالك، مش عارف انت واحده تاني كان عامل ايه على انستجرام. نفسك تخش كليه ايه؟ تربيه رياضيه طبعا، قسم زمالك ان شاء الله. هو عشان تدافع عن حقوق الزمالك. التيشيرت ده تيشيرت مين بقى؟ زيزو. زيزو، وجه رساله لزيزو بقى. انا بحبه جدا بصراحه. لو بيسمعنا ده تقول له ايه؟ لو بيسمعنا تقول له ايه؟ مش عارفه، بس انا بحبه جدا بصراحه، وعمل كتير يعني، انا بقدر اللي هو بيعمله. انت لسه تيشيرت الزمالك النهارده عشان بتقلب الحال ان شاء الله. طب كان وشه حلو ولا وحش بقى؟ كان حلو جدا. كان حلو. انت كزملكاويه لو مسكوا في لاعب من الاهلي يروح الزمالك يبقى مين؟ امام عاشور. يبقى مين؟ مش عايزين حد. امام عاشور؟ مش عايزين حد. كنت بحبه يعني، كان بيلعب في فريق، مش معنى ان هو راح فريق تاني ان انا مش عايزين. ايوه في الوقت ده، في الوقت على عصر. بينه وبين فرق الاهلي. مش عامل لي كلمة. المادة الجاية عندك ايه؟ هتتبسي للزمالك؟ وش حلو عليك في كل الامتحانات. انت مسرع. هي اللي بتبقى لي في الكلمه. ايه ده؟ انت الزمالك كويس. انا عادي، انا ردك عادي. طبعا فرح. فرح النهارده النهارده مع سيراميكا 2-1. زيزو هيجيب هدف. فرح، هتشجعي زميلاتك وصاحباتك يلبسوا تيشيرت نادي الزمالك في الامتحانات اللي جايه؟ صراحه وش حلو يعني. انا شفت صاحبتي في الامتحان العربي كانت خارجه بتقول الامتحان حلو وكله اصلا ما كانش حل حاجه يعني، معظم الشباب ما كانوش حلوين. ممكن ما تاخريش ورا. كل ده بسبب الشمس بس. عشان الشمس بس. كل ده بسبب التيشيرت. طب انت ليك اصحاب اهلاويه بصراحه؟ بتقولي لهم ايه بقى؟ لا عادي، بحبهم يعني، عندنا اعداء بحبهم. بتحب اصحابك الاهلاويه؟ بس لو في ماتش في القمه طبعا. نتكلم بعد الماتشات ساعات، نقعد مع بعض نتفرج على الماتشات، ما فيهاش حاجه. بروح رياضيه. طبعا. جهزت طقم الزمالك ازاي وانت نازله النهارده؟ يعني انت فيه ولا فيه؟ لا لا طلعوها قبلها من امتحان التاريخ. اصلا يا فرح فرح فرح، انت كنت بتمتحن تاريخ؟ لو حابه كان سؤال يجي لك في التاريخ بس عن نادي الزمالك، بتحبي سؤال ايه ده؟ يعني لو سؤال يجي لك كده. مش عارفه بصراحه، اصل انا مش يعني مش عامله حسابي على حاجه، كل اللي عامله حسابي عليه ان انا اجي ان شاء الله اقفل الامتحان واروح مقفله ان شاء الله. طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، الناس ممكن تقول لك اوعي اجاباتك تيجي في العارضه. يلا بقى.